بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة ازاي تحط اعلانات من موقع بديل لادسنز. الموقع ده كويس جدا، يعني حتى لو مشيت مخالف الموقع ده مش بيقفلك بالمدونة بتاعتك. اما لو حطيت مثلا اعلانات من ادسنز ومشيت مخالف، طبعا ادسنز بيقفلك الايميل تماما. الموقع ده اسمه ريفينيو هيتس، طبعا هتلاقي رابط تسجيل اسفل الفيديو. هنبدأ نعمل ساين اب وتخش تسجل. نبدأ التسجيل، هنا تكتب اسمك هنا، تاخد الموقع اللي هو الرابط بتاع الموقع بتاعك، المدونة بتاعتك اهي، هتاخد تعمل كوبي بس هنا، وتختار هنا others وتكتب هنا ايميلك اللي هو يوصلك عليه الرسالة على البريد الإلكتروني. طبعا هنا انا سجلت كل البيانات اهو، اسمك وهنا اللينك بتاع المدونة بتاعتك، وهنا تختار منها أذر، وهنا تكتب بلوجر، وهنا تحط ايميلك، وهنا الباسورد، وهنا تجاوب على الرقم ده وتعمل ساين اب. طبعا انت هتخش تسجل على الموقع. انا اقول لك سر، انا دورت على اليوتيوب ملقتش الشرح ده ازاي تكسب من على ريفينيو هيتس وتزود ارباحك. طبعا كده وصل لك رسالة على البريد على الجيميل بتاعك. لازم تضغط عليها وتأكد الاكونت بتاع ريفينيو هيتس. بعد ما تخلص طبعا هتظهر لك الموقع بالشكل ده كده، تكتب ايميلك وتضغط على ساين ان. تابع معايا لنهاية الفيديو، ما تروحش في حتة خالص علشان في اسرار مهمة لازم اقولها لك. عشان تقدر تزود ارباحك من على ريفينيو هيتس، طبعا ده كان زمان أرباح كويسة جدا وبسيطة، يعني مش انت ممكن تزود كمان أكتر من كده. موقع كويس جدا، أحسن من أدسنس، ممكن تمشي عليه مخالف كمان مش هيقفلك المدونة بتاعتك عادي. طبعا موقع يفتح لك بالمنظر ده، طبعا ده الداشبورد اللي هو بيظهر لك فيها الكليكات واللي هو العائد بتاعك والفلوس بتاعتك بالدولار. طبعا هنا الروبوتس البلاغات طبعا ملناش دعوة بيها، هنا البليسمنتس اللي انت هتحط عليه اعلانات وتنشئ عليه اول اعلانك، تضغط عليه هيظهر لك بالشكل ده كده. طبعا هتعمل نيو سايت عشان تضيف المدونة بتاعتك على الموقع بتاع ريفينيو هيتس عشان تقدر تحط عليه اعلانات والاعلانات بتاعتك تظهر. طبعا نعمل مدونة باسمي وتحط هنا اللينك بتاع المدونة بتاعك، هتخلي دي ويب سايت جمعية. وتضغط هنا وتخليها other.
عايز تحط انا وصف description، وصف للمدونة بتاعتك، حط. مش عاوز خلاص مش مشكلة، وتعمل سيف. طبعا هنا المدونة اتضافت عندي هنا باسمي، طبعا هنا نيو بليسمنت، وهنا نيو موبايل بليسمنت. ده اعلانات بتيجي على الموبايل بس، هنا اعلانات بتيجي على الكمبيوتر، بتظهر على الكمبيوتر، وده حاجة مهمة. طبعا هتضغط على نيو بليسمنت، بعد ما تضغط على نيو بليسمنت هيظهر لك الاعلانات بانر. طبعا حاجات كتير يعني، هما حاجتين هنا بس هما اللي بيكسبوا كتير، بيعمل لك كليكات حلوة. واحد اتنين، الفوتر ده هو بيجيب لك فلوس، يا دي ده برضو هو اللي يجمع لك كليكات بتاع الريفينيو هيتس. بوب اندر ده بيظهر منبثق علشان يعني الزائر اللي يخش يعمل كليك لوحده. مثلا انا هختار مثلا بوب اندر، هيفتح لي صفحة زي ديت. طبعا هكتبه عشان يعني منساش، هسميه منبثق. تمام كده، واحطه في الديسكريبشن تحت. واعمل سيف. ظهر لي هنا اهو. طبعا هضغط هنا علشان اخد الكود وارفعه عندي في المدونة. هذا الكود اهو، اعمل له كوبي كرول سي. واخش هنا على المظهر، واختار تحرير HTML. ظهر لي ال HTML. انزل تحت خالص، طبعا بعد ما نزلت تحت احط الكود بين بودي و HTML. كنترول في. طبعا حطيت الكود هنا، هعمل حفظ المظهر. حاجة مهمة بقى، لو حصل الخطأ ده هخش على جوجل عشان بس ما اطولش في الفيديو. هكتب اهو محول اكواد، واضغط هنا. الصفحة هتفتح لي بالشكل ده. طبعا انا هحط الكود هنا واقول له تحويل، وانسخ الكود، اعمل كوبي، وارجع هنا تاني امسح كل اللي انا عملته ده، واعمل كنترول في، اعمل حفظ المظهر هنا. هيقبل مادام انت عملت تحويل للكود، هو فك شفرة فلازم يقبل.
كده قبل الكود عادي. طبعا هرجع تاني للريفينيو هيتس، هعمل نيو بريست. معلش كل شوية بقطع الفيديو عشان ما اطولش عليكم، عندي مشكلة هنا في الأرشفة، واحد رخم شغال الأرشفة. هضغط نيو بليسمنت، خلينا في شرحنا، واضغط على فوتر. طبعا ده أهم حاجة ودي اللي بتكسبك فلوس كتير، وهسميه فوتر مهم. واعمل سيف، واخد الكود بتاعه طبعا، هعمل له تحويل. طبعا همسح ده واعمل تحويل، واعمل كوبي للكود، واحطه تحت الكود بالظبط اللي انا عملته. واعمل حفظ المظهر طبعا قبل الكودين. طبعا نعمل عرض المدونة، طبعا دي مدونة اي كلام كده يعني، اعملها اجرب فيها. طبعا هنا ظهر لك الاعلان اهو، ده اعلان موجود. طبعا مثلا اللي يضغط بره الصفحة على أي حاجة حوله الرابط تاني، دي كده بتتحسب لك نقرة. يعني اللي يضغط بره يلاقي نفسه اتحول على رابط تاني. طبعا ده من الإعلان عشان احنا حطيناه في ال HTML، وطبعا ده سر مهم عشان تزود أرباحك. أرجع تاني للريفينيو هات، ممكن أضيف بليسمنت جديد، اعلان جديد، واخليه بانر. طبعا عشان وقت الفيديو خليت هنا بانر بانر، واعمل سيف. طبعا هاخد الكود بتاعه، هعمل كوبي هنا للكود، واروح للتخطيط. طبعا هنزل تحت لحد مثلا ما الاقي اللي هو ادسنس، ممكن اعمل تحرير عادي واخلي ادسنس ده، ممكن اخليه اعلان. طبعا عنوان نخليه اعلان، ونحط المحتوى هنا الكود بتاع البانر، ونعمل حفظ تحفظ كده. تعال نشوف المدونة تاني، هنا ظهر معاك الإعلان اهو. ممكن عادي بقى تحط الإعلانات اللي انت عاوزها على حسب المقاسات. مثلا احط إعلان للموبايل، واختار الإعلان ده لأنه برضو بيكسب كويس. طبعا كتبت هنا فون للإعلان، واعمل سيف. فون هنا، واخد الكود بتاعه، واحطه عندي بقى في HTML، اعمل اضافة اداة. عملت كوبي هنا، واعمل اضافة اداة، اختار منها HTML او جافا سكريبت، واحط هنا الكود، واعمل حفظ. كذلك برضو لو حبيت تعمل لإعلان وهتحط عليه إعلان عادي مش إعلان فون، برضو كذلك هتعمل إضافة أداة وتختار منها HTML،
وتحط الاعلانات على من ريفينيو هيتس على حسب الحاجه اللي انت عايزها، مثلا بانر او منبثق او حاجات المهمه اللي انا قلت لك، ممكن تحط عليك اكتر من كذا اعلان. طبعا انا حطيت الاعلانات على المدونه، حطيت كده اعلانين، الاعلان اللي هو المنبثق اللي تحت ده، وفي اعلان تاني وفي اعلان للفون. طبعا زي ما انا قلت لك الفكره كلها ان اي حد يخش على صفحتك ويضغط بجنب كده يظهر له صفحه تانية، دي تضغط بتحسب لك ضغطه ويتحسب لك هنا في الكليكات على ريفينيو هات. طبعا الداشبورد هنا بيضغط لك يعني الكليكات تتابع بعد 20 يوم. طبعا هنا البيمنتس اللي هو المبلغ اللي انت جمعته، الريفرال هنا اللي هو قصده على اللينك بتاعك اللي يخلي الناس مثلا تخش تسجل من عليه، بيتحسب لك برضو كليكات. هنا الاكونت بتاعك هتخش عليه، مثلا تكتب الاكونت هنا، التليفون بتاعك لازم تملى طبعا البيانات ديت، وهنا السحب، في ناس بتسحب عن بيبل وفي ناس بتسحب عن واير وفي ناس بتسحب عن بايونير. ممكن تختار البايونير عادي لو هي معاك او بيبل، وتملى البيانات اللي تحت ديت، تملى البيانات اللي تحت دي طبعا مهمة، وتعمل سيف. طبعا ده موقع احسن من ادسنس بكتير، طبعا ما يقفلكش الصفحة بتاعتك. طبعا قبل ما تخرج ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتي ولايك تحت الفيديو. متنساش تزور مدونتي برضو، هتفيدك جامد. دي مدونتي، طبعا انا بستعمل برضو ريفينيو هيتس، هي ممتاز جدا. كده شرح معاكم انتهى، شكرا ليكم.